المرأة اللي في ليلة الدخلة لقيت السيد ما عندوش العضو ديالو، واللي وقع البنات ديك الليلة كيفزع. السلام عليكم، اهلا وسهلا ومرحبا بكم، عدنا والعود احمد. رجعت معكم بواحد القصه ومشكله جديده. البنات انا عارفاكم مشوشين عليا بزاف وكتسولف ليا بزاف، الله يجازيكم بخير، وكنفرح بزاف ملي كنشوف شي تعليق فيه بزاف ديال الحب ليلي. الله يخطيكم عليا، معانا واحد المشكله كان ديجا دازو معنا بزاف ديال القصص من هذا النوع، ولكن هذه راه جات حتى انا حبو تبن. المهم الكبيدات ديالي سمحوا ليا الا ما كنتش كنحط لكم بشكل يومي، ولا ما كنتش كنحط لكم جوج قصص في النهار كل قناة كيف ما كنت معوداكم، للضرورة احكام وما بقيتش قادة وعيانة ومريضة، وراكم عارفين شنو كاين. فانا كنعاود لكم هذا الموال نظرا لبزاف الناس اللي كيسولوا فيا. بالنسبة للناس اللي كيسولوني على صحتي، الحمد لله فاش كتمشي الصحة البنات ما كيبقى والو وما كتحلى حتى شي حاجة في هذه الدنيا، واللهم لك الحمد. انا مضطرة انني نخدم صراحة انا البنات، ما كنديرش القصص حيت انا باغا نسمع المشاكل، حيت راسي عامر ما بقيتش كنقدر تنسمع ليهم والله العظيم البنات. مي انا نجيكم الصراحه، انا محتاجه ماديا، فيا كريديات، فيا عندي التزامات، عندي وليداتي، المرض ديالي راكم عارفين اللي خصو دابا علاج في الخارج، والعلاج في الخارج راه ماشي ساهل. المهم بلا ما نشكي عليكم الشكوى، الله غير كنوضح لكم بعض الامور. فانا مضطره انني نخدم معكم، اقسم بالله هذا من جهه واحده اخرى ولفتكم وما سخيتش بكم قسما بالله البنات. فما غاديش نطول عليكم اكثر من هكذا، دائما فين ما كندير لكم شي قصه ضروري كنعطيكم واحد النبذه باش كتعرفوا شنو انا عندي ومالي وكيفاش وعلاش، حيت يوميا كيلتحقوا بينا ناس جداد في هذه القناه. فديجا انا حكيت القصه ديالي في واحد اللايف، وشي نهار غادي نحكيها لكم قصه، واكيد غادي تاثر بالقصه ديالي بزاف، حيت قصتي انا واخا نعاود فيها 30 حلقه ما غاديش نسالي. قصتي انا يلاه ماشي يلاه بدات، وانما يلاه نصصتها، راني في النص. مهم قدر الله ما شاء فعل، الحمد لله على كل حال. فما نزيدش نطول عليكم من هكا من هكذا، بغيت نذكركم بجيم وكومونتير يا الكبيدات الغاليين على قلبي، ويلا ندخلوا مباشره في القصه ديال اليوم اللي مولاتها كتقول. السلام عليكم، الاسم ديالي بديعه وفي عمري 28 سنه، واليوم جيت نعاود لكم القصه ديالي وما جرى فيها. انا خواتاتي تربيت وتاديت وسط واحد العائله على قد الحال، ملي حليت عيني في الدنيا لقيت عندي اب وام، واخا ما كاينش بزاف ديال التفاهم الحمد لله كاين الاخلاص والموده والرحمه. الام ديالي كانت شويه معصبه وكانت كتاخذ الدواء ديال الاعصاب، اب ديالي مسكين كيف ما كان الحال كان كيصبر معاها، غير هو كان كياخذ ديك الشمه يعني طابه، وكان دائما معصب حتى هو مقلق بالخصوص فاش غادي يمرض، وكان مرض بالحساسيه وقطع عليه الطبيب وقال ليه ما خصكش ديرها. فاش قطع الوالد ديالي ديك الشمه بحال مرض، واحد المرض اللي اش غادي نقول لكم، بحال بغى يحمق ولا حتى هو معصب اكثر منها. المهم انا كيف ما قلت لكم اللي بديت كنعقل على حياتي في الدنيا معاهم، وهما شويه عندهم المشاكل، ولكن بعد الحمد لله كلشي كيدوز. قالت لي كتب لي الله، ما كملتش في القرايه ديالي حد ما وصلت للسادس، وانا نخرج حيت سقطت فيه. كانت اختي في ديك الوقيته تزوجات، ملي شت انا اختي تزوجات مع اختي الكبيره، وكاين خويا اللي مورها وانا هي الصغيره، حنا ثلاثه بينا جوج ديال البنات وولد واحد. صافي ملي شت اختي الوحيده تزوجات وخلاتني بوحدي بحال جاني بحال الاكتئاب، وفضلت انني نجلس في الدار. نقدروا نقولوا وليت بيتوتيه من الصغر ديالي، ما كانش عندي مع الخروج وما كانش عندي مع الدروج، حتى الوقيته اللي جاتني سن المراهقه. كنت الوقيته اللي بلغت فيها كانت عندي 15 سنه، بلغت شويه كبيره، ولكن فاش بلغت بحال تبدلوا الافكار ديالي، وليت باغا نخرج، باغا ندور حتى انا، باغا نتعرف على الدراري وعلى البنات. كنا رحنا من ديك السكنه اللي كنا ساكنين فيها ومشينا سكننا في واحد البلاصه اخرى، وهنا تعرفت على بنات الجيران، من بيناتهم وحده اللي كانت ماماها مطلقه، كانت ماماها كتخدم وكتخليها في الدار، وتا هي ما كانتش كتقرا، غير ماماها كتمشي تخدم وهي كتسقط الباب ديالهم وكتمشي للدور، وكانت دائما كتبغي تجرني معاها. في الاول الوالدين ديالي ما كانوش صراحه كيقولوا لي شي حاجه، نخرج ولا نمشي ما عندهم غرض فيا، اصلا انا كنت بعقلي، ولكن بعد غادي نلقى المشاكل مع خويا اللي ولا حاضرين في الدخله وفي الخرجه. من بعد ما كانوا عندي مشاكل كثيره مع خويا، صافي ما بقاش كيديها فيا، علاش؟ حيت تلوت عليه داك البنت الجيران، ولات متصاحبه مع خويا، داكشي علاش ما كانش كيديها فيا، بالعكس كان دائما كيقول لي ها انت دي لي هاد البريه وقولي ليها هادي وقولي ليها هادي. شحال مره درت لهم الطريق وتلاقاو هي ويا في الدار ديالنا. المهم نقدروا نقولوا خويا علق بمصلحته ما بقاش كيديها فيا، داكشي اللي جعلني حتى انا ندير داكشي اللي بغيت. تعرفت على واحد ولد حومتنا، هاد ولد حومتنا كان كيقول لي بلا طير ولا نطير، كان قبيح بزاف ماشي غير شويه، وكان فين ما يشوفني
كيزعق عليا. في الاول ما كنتش كنديها فيه، ولكن من بعد غادي يبقى يصيفط ليا مع داك صاحبتي كيقول ليها قول لها تصاحب معايا. هي كانت دائما كتشغلني لديك الطريق، كتقول لي ما يمكنش انا نكون مصاحبه مع اخوك وانت ما تصاحبيش. صراحه كان عزيز عليا انا نخرج ونلبس وندير بزاف ديال الحوايج، وما كانش عزيز عليا نتصاحب مع الدراري. الام ديالي كانت دائما كتوصيني ودائما كتخوفني من شي حاجه سميتها الجنس الاخر، وكتقول لي الرجال ما فيهمش الثقه، رجال دايرين ورجال فاعلين ورجال تاركين. كتقول لي شوفي بنتي، ماشي كاع الرجال هو باك، باك واحد الانسان واخا معصب ولكن معقول، ما عمره ما مشى للعيالات ديال الزنقه. حيت الام ديالي كانت عندها واحد اختها كان راجلها ولد الحرم منه مقطر، ما كان كيخلي ما يدير، وكلصق فيها مسكينه واحد المرض لدرجه انها زولت الوالده بسببه. المهم كانت امي كتحكي لي بزاف ديال الحوايج على داك راجل خالتي، وكتقول لي الرجال قباحين وما فيهم ثقه، وعندك بنتي تمشي تنجري مع شي واحد، حيت هذا الراجل خالتي كان حمل واحد البنت وكان حملها وهي باقا عزبه يعني بالعذريه ديالها، وكان اعترف بهذا الشيء. هذيك البنت كانت قاصر يلاه عندها 16 سنه، كان غادي يدوز بسببها الحبس، ولكن من بعد غادي يجيبها دره على خالتي. المهم بزاف ما كانت كتعاود لي امي على الرجال، داكشي اللي خلاني ما كنتش كنثق. ولكن فاش دخل هذا الشخص لحياتي بيني وبينكم بحال نقدروا نقولوا تحليت له، وليت دائما كنتلاقى انا وياه. كنا كنتلاقاو فواحد البلاصه محيده على الناس، في الاول كنت مجبده عليه، ولكن في الاخر وليت كنتلاقى معاه. فاش كنت كنتلاقى معاه ما كان كيخلي ما يقول لي من الكلمات الجميله، كان مهلي فيا. هو انا في الاول كان كيقول لي راني خدام في كذا وكذا وكذا، ولكن هو ما كان خدام ما كان ردام، هو الخدمه ديالو هو الكريساج. فين ما كانت شي كارثه خدم فيها كريساج، كيبيع داكشي الممنوعات. المهم السيد طاليها ومجلطها. بقيت مع هاد الدري على علاقه لمده ديال 3 سنين، وكان دائما مجرجرني. فهاد 3 سنين هادي غادي تسولوني اش من علاقه كانت كتربطني معاه. العام الاول كان فقط حب وصافي كيف ما كيقولوا بالكلام، العام الثاني كانوا لمسات وهمسات والخراجات، ولكن العام الثالث ولا هاد السيد بحال راجلي، يعني وليت كنمارس انا وياه الله يسمح علينا الرذيله، لدرجه انه هو اللي خدا لي العذريه ديالي، ولدرجه انني جوج مرات وانا كنحمل معاه وتا شي واحد ما كيسيق لينا الخبر. المهم صاحبتي باش قررت انها تفارق مع خويا، حيت خويا شاف عليها شي ديفو. هاد السيده هادي كانت عطات ليها امها باش تحرق، كانت غادي تحرق لاوروبا، وكانت متصاحبه مع واحد الريفي وكانت كتنتف منه الفلوس. من بعد غادي يحصلها خويا غادي تنكر، قالت ليه ما كاينش هاد الشيء. هذا خويا جاب ليها الدلائل كامله وقال ليها انت شوفي انا ماشي كذبت عليك ولا تبليت عليك، انت ها شنو كديري وشنو كديري. هي كانت بنت الحرام كتاكل وتشرب غير لدور عباد الله، وتمها الله يسمع عليها كانت كتجيب فلوس بطريقه غير شرعيه، وعلى ما سمعت داك الريفي هو اللي كمل ليها الفلوس ديال الحريق. داك الريفي كان كيمشي للخارج ولكن كان مزوج تما ومصلحلوش يديها. المهم فاش بغات تزدح خويا قالت ليه باي باي يا شيري، شكون انت وشكون باك؟ ملي نض خويا كيدابز قال لي خصك تضري مع صاحبتك تولي لعندي. خويا ما رضاش انها تخليه، وخلق عليها الديفو كانت بحال سبحان الله العظيم دايره له السحور، كان يحمق ويتسطى عليها. ملي هضرت معها ودرت فيها ما خلاتليش جدي الراقد، قالت لي دابا انت جايه توريني في الاخلاق. مع بقيت كنهضر معاها قلت لها زعما حشومه عليك، علاش ديري لخويا بحال هكذا؟ خويا شنو دارلك؟ خصكي بالعكس تكوني انسانه معقوله، هو كان باغيك الزوج وشحال هذه من عام وانت وياه. قالت لك شكون انت يا لاله اللي تجي تقولي لي هاد الهضره؟ وسيري صلحي راسك بعدا، وانت دايره وانت فاعله وانت تاركه. المهم اللي درت فيها عرفتو حيت لها الثقله من وجهها، سيري انتيا هزيها بارده وسخونه وسيري قولي لخويا بلي انا مصاحبه مع الدري الفلاني. خويا انا ما عمر حسنني مصاحبه، ما كنت كنخلي ما ندير مع داك خيينه، وما عمر خويا عقبيه، انا كنت داكشي كنديرو نقي، والديا ما عمرهم عرفوا عليا شي حاجه، مع العلم ان داك الوقت هادي كنت كنخدم، داكشي علاش سهلت عليا الماموريه وليت كنتلاقى مع داك خيينه. المهم دوزت بزاف في حياتي ولكن حتى واحد ما عقبيه، حتى الوقيته اللي غادي تبيع بيا صاحبتي وغادي تقول له اختك كدير وكتفعل وكترك، وجابت له الدلائل داكشي. ناد خويا بداك الحراره هذيك شدني عطاني قتله ديال العصا، لدرجه ان ريشني حيد ليا البنات نص من شعري، عرفتو السلعه ولات كتبان ليا شحال وانا كنقاسي براسي، ولحد الان في هذيك الوجع ديال الراس. تكرفص عليا واحد التكرفيصه ديال بصح، لدرجه ان الوالد كان غادي يمشي يدعيه، حيت الوالد ديالي ما تيقش داكشي واخا شاف دلائل، كانوا دلائل عباره عن رسائل وبزاف ديال الحوايج، ماشي تصاور ما فيهمش شي حاجه زعما اللي ملموسه. المهم خويا تقب صاحبته قال لك انا ما رضيتش انها تعيرني بيك. خويا خضر مني وتكرفص عليا ما بردات لوش،
مشى عند خونا شدو تقتلو هو وياه، لدرجة ان خويا ضربو واحد الضربة للكلوة ديالو كان قتلو. هذاك السيد سيمانه هو في السبيطار ما بين الحياة والموت، اما خويا شدها بسلتة هرب. من داك النهار ما شفناه حتى دازت واحد المدة. المهم نات واحد الروينة كحلات حلا بسبب هاد صاحبت خويا، وهي نات هزت راسها ومشات لأوروبا وحنا بقينا في المشاكل. هنا الوالد ديالي اضطر انه يبدل داك السكن كامل بسكن واحد اخر. فاش رجع خويا وبان ما لقناش ديك البلاصه. خويا كان داك الوقت روشيرش، ولكن من بعد الوالد والوالده غادي يديو الذبيحه لديك الدار ديال داك السيد اللي قلت لكم كنت بصاحبه معاه، ورغبهم رغبوه باش زعما ينتزل على الدعوه. كان هضر معايا انا قال لي شوفي غادي ننتزل حاله وحده. قلت لي شنو هي؟ قال لي هي صافي انا وياك ما تبقاش عندنا علاقه. قلت له الحب اللي بيناتنا. قال لي بيني وبينك ما عندنا ما بيناتنا حتى شي حب، انا وياك كنا كنتمتعوا مع بعضياتنا وصافي. انت كنتي محتاجه وانا كنت طيب اكثر منك وصافي سالينا، كنت باغيك وصلت لك. انت كنتي بالنسبه لي واحد الهدف وصلت ليه وحققته، ودابا صافي ما بقيتش عندي الرغبه فيه. انا ملي شفت خويا مسكين غادي يتسجن بسببي قلت الله ما نضحي بشرفي ونضحي بالحب ديالي، واخا دازت عليا بزاف. 3 سنين موراها وانا كنبكي وكنقول ما بكيت. جاوني بزاف ديال العروض ديال الزواج ولكن رفضت. خويا صافي حلينا له المشكل، هذاك نتازل له ولا خويا حر طليق، يعني ما بقاش خيفان. واحد الوقيته جا عندي خويا قال لي اعترفي ليا هاد السيد شنو درتي معاه. نكرت حيت الا بقيت تهضرت اكيد غادي توقع مصيبه واحده اخرى، وانا ما بغيت توقع حتى شي حاجه. المهم قلت لي شوف اخويا سير مارس حياتك عادي وسير عيش حياتك وتنت تزوج ودير وليداتك، انا راه هاد السيد ما بيني وبينه غير الخير والاحسان. صافي فعلا هضرت انا وياه، كنا كنتبادلوا انا وياه ميساجات، ولكن شي حاجه اخرى ما كايناش. المهم قدرت انني ننسي خويا في داك الانسان هذاك، حتى الخدمه ما بقيتش خدامه. ملي وقع داك المشكل جلست في الدار، بقيت جالسه في دارنا وداخله سوق جوايا. صافي ما بقاش عندي امل في الحياه. بيني وبينكم كنت كنرفض اي واحد تقدم ليا، والسبب راكم عارفينه. فقدت شرفي وانا باقا صغيره، فقدت شرفي في الظروف اللي انا ما كنتش واعيه شنو كنت كندير. فقدت شرفي وفقدت جوج ديال الكروش. صافي قلت انا ما عمرني غادي نتزوج. جاوني بزاف ديال الناس قدموا بزاف ديال الناس الخطبه ديالي، ولكن كنت كنرفض. جا الوقت اللي خويا غادي يقول لك باغي نتزوج، وهي خواتاتي خويا بغى يتزوج، ولكن ما غاديش تصوروا شكون هادي اللي غادي يجيب لينا. دارت الايام ودارت السنين، تقريبا على داك المشكل اللي وقع 5 سنين. حتى لواحد النهار جا خويا قالك سيدي هو باغي يتزوج. قالوا لي وليدي يا مرحبا نوض تزوج ولدي ودير الدار ديالك. مع العلم تخويا ما كانش كيقرا، كان تعلم واحد الصنعه وكان بها خدام، وكان كيصرف مع الوالد وكيعاونو. قال لي الوالده ولدي اللي هرب للزوج هرب للطاعه، تزوج وتا حنا بغيناك غير تزوج ودير دارك ودير مستقبلك. خويا صراحه كان متردد يقول لهم شكون هي هادي، حيت الوالد غادي يسولو شكون هي هاد السيده اللي باغي تزوج بها. شويه وحنا نعرفوا ان هذيك اللي كان مصاحب معها واللي مشات لاوروبا وسمحت فيه هو اللي بغى يديها، هي اللي بغى يديه. وقال لينا بلي فلانه بنت فلانه. الام ديالي مسكينه ضربت على وجهها غير ضربه، قلت لها ولي ما تقوليش هذيك اللي مداتك، حيت داكشي اللي وقع له معاها كاع الناس كان في خبرهم هو طايح فيها وباغيها، وكان فعلا باغيها المعقول كان كيحمق عليها، غير هي اللي كانت خلاته. ولكن من بعد ما عرفت بالقيمه ديالو جات طالبه ورغبه وقالت لي انا غادي نتزوج بك وغادي نديك معايا لاوروبا. تبين انها تزوجت بواحد الكاوري ودارت الوريقات ديالها، وكان عنده معها بنت، كان عندها معها بنت. المهم حنا فاش قال لينا هاد الهضره انا ما نكذبش عليكم ما تحملتش وما قبلتش. قلت ليه ما يمكنش هذه اللي دمرت لي حياتي ودمرتك حتى انت تمشي تزوج بها. قال لي شوفي راه ما بقاتش كيف ما كانت وراه تعقلت وراه ضربها الزمن. قلت ليه اش من زمن اللي غادي يضربها؟ المهم هاد السيده كانت باقي شي حاجه ما دارتهاش بغات توصل ليها وبغات ديرها. المهم هي هذيك غلبنا في الري كاملين، وقال لينا انا بغيت هذيك وربي كبير، وهذيك اصلا حب حياتي وانا كنت كنبغيها شحال هذه، ودابا انا غير جيت قلت لكم وعلمتكم ما جيتش نتشاور معاكم. بغيتو تبارك الله، ما بغيتوش انا غادي نتزوج بها ونجيبها لهنايا، وهاد الدار انا راه خدم فيها النص. مع داك الوقيته كنا درنا الدويره ديالنا، وكان صراحه هو كيحط يدو بيد الوالد، يعني عاون الوالد ديك الدار. المهم لقينا ما نقولو، الوالد قال ليها ولدي انت غادي تزوج بها ولكن دبر محاينك معاها، انت غادي تتحمل المسؤوليه ديالك مع هاد السيده. قال ليها سيدي انت ماشي شغلك، انا غير عطوني الضو الخضر وانا راه قادر نخدم على مراتي، وزيدون انا غادي نمشي لاوروبا ما غاديش نبقى هنايا، وراه هي غادي تجلس هنا غير واحد المده وغادي ترجع بحالتها. المهم قالوا لي دبر راسك انت تعرف. انا ملي بقيت كندور في عقلي
قلت صافي مادام انها ما كتكونش هنا في المغرب وكتكون في اوروبا اكيد ما غاديش تسكن معانا، ولكن بنت الحرام دارتها فيا ضد، تزوج بها، دارت واحد العرس اسطوري وكان كلشي على حسابها هي. المهم فاش جات فاش مشينا خطبناها عفوا في الاول انا ما مشيتش معاهم، عيا فيا خويا قلت لي ما نمشيش، ضغطي اللي مزوجه اما انا ما بغيتش نمشي معاه يخطبها، ولكن فاش داروا العرس كنت مضطره انني نحضر ونشوفها وتجي عيني في عينيها. حاولت انها تطلب مني السماحه، قلت لها شوفي دخلي سوق راسك، داكشي اللي كنتي بغيتي وصلتي له، دابا صافي سالينا. هي تقول لي عرفتي شنو، جيت على قبلك لهاد البلاد السعيده. قلت لها ياك، قلت لي اه وانا غادي نتزوج بخوك على قبلك انتيا. انا ما عرفتش هاد الانسانه شنو درت ليها باش بغات تدمر لي حياتي. المهم تزوجت بخويا، دار واحد العرس اسطوري كيف ما قلت لكم، جات سكنت لينا في الدار. السيده ولات كتقلي لي السم، كتصبح نعسه حتى 12، عرفتوا الا بغات غير الماء كتعيط لي تقول لي جيبي لي نشرب، اما الدوش اللي بغات تدخل الدوش كتقول لي سخني لي الدوش. المهم كانت لعبه عليا العشرة، وما قادراش نهضر وما قادراش نتكلم. من بعد غادي نعرف بلي عندها شي تصاور ما بيني وبين داك خينا، وما عرفتش كيفاش حتى وصلت ليهم. واش مشات عنده قالت لي عطيهم لي حيت هو كان عنده التصاور ديالي، شحال مره كان كيتصورني، كنا داك الوقيته كنتصور غير بواحد التليفون عادي، حتى التصور ديالو ما واضحيش مزيان. حتى واحد النهار هي تقول لي شوفي عندي الكود بين ديالك. قلت لها اش من كود بين اللي عندك ديالي؟ قالت لي ها هو. وراتني بعض التصاور اللي الصراحه انا وياه في واحد الوضعيه ما زويناش، والمشكل انه ما باينش، انا عارفه هو لان داك الوضعيه وديك البلاصه اللي كنا فيها كنت فيها عين معاه هو. كنقسم لكم بالله البنات ما عمرني درت شي حاجه مع شي واحد اخر من غير هو، واخا ندمت وعديت في التراب. المهم السيده ولات كتحاول انها تستفزني بشتى الطرق. المهم بقينا هكاك واحد المده، حتى لواحد النهار اللي غادي يجي فيها الكوري اللي كانت مزوجه به جا للمغرب باش يشوف بنته. هما داك الكور سبحان الله العظيم واخا كيطلق من المراه ما كيعاديهاش، ماشي بحالنا حنايا العرب، كان كيجي عند بنته كيزورها. المهم السيد عرفته فشي شكل الله يعمر ليه الدار، كان جا هو واحد خوه وجا عندنا حتى للدار. هذا خويا واخا هي كانت مزوجه به زعما ما جاتوش الغيره منه ولا حيت صافي هذيك تزوجت به غير على حساب الورق وصافي باش يديرها الورق، وكانت دارت معها علاقه وحملات. المهم هادشي اللي قايله لنا حنا والله اعلم. المهم جا السيد باش يشوف بنته، كنعيط على خويا في التليفون، مع عطاتو النمره ديال خويا، قالت لي انا دابا تزوجت خصك تهضر مع راجلي، وحنايا المسلمين هكا دايرين، ما نقدرش انا نخرج عندك ولا نعطيك البنت بلا خبر راجلي. المهم فاش هضر مع خويا كنهضر معاه قدامنا، قال لي انا باغي نشوف بنتك، كانت هي اللي كترجم عليهم، قال لي ماشي مشكل اجي تشوف بنتك. المهم كنوصها راجلها اللي هو خويا، قال ليها شوفي واخا حتى يجيو لهنا وما كنتش انا مثلا ما تخرجيش انت عنده، خلي فلانه تعطيه البنت يشوفها ويمشي بحالو. فعلا جا داك السيد وجاب معاه واحد خوه، جاو للباب بغاو يشوفوا البنت، انا خرجت عندهم باش نعطيهم البنت يشوفوها. قالت لي خرجيها له وما تعطيهالوش يديها، يعني يشوفها غير هنا ويمشي بحالو. المهم فاش انا خرجت عندهم سلمت عليهم، وانا ما كنفهمش اللغه ديالهم، هضروا معايا بديك اللغه وهي غير من ورا الباب كترجم لي. قالت لي شنو قال لك شنو قال لك؟ بغى البنت يديها معاه زعما يدور بها وداك الشيء. في الاخر رجعت خرجت عنده هي، قالت لي لا بغيتي تشوف البنت شوفها هنا. قال لي ما يمكنش انا نشوف البنت في الباب. قالت لي صافي دخلي الا بغيتي تدخل. جيت انا قلت لها لا فين غادي يدخلوا شحماقيتي، قلت لها غادي دير المشاكل مع خويا. قالت لي انا غادي نصوني عليهم نشوف شنو غايقول لي. صونت على خويا الخدمه، قالت لها شنو هاشنو، قال لها ماشي مشكل واش تما الوالده، قالت لي امك راه في الدوش كدوش كاين هنا اختك. قال لي صافي خليها اختي تدخل للصالون وجلس مع بنته شويه بين ما جيت انايا. ايوا هي هذيك دخلوا جلس معاهم وهما كيشوفوا فيا وانا كنشوف فيهم، الراجل كيهضر مع بنته كيلعب معاها وانا داك خوه جالس كيشوف فيا كيطلع ويهبط فيا. من بعد بدا كيوشوش هو وخوه، انا قلت لها شوفي نديروا لهم اتاي ولا نديروا لهم شي حاجه ولا بعدا نجيبوا غير العصير هكا من الحانوت ولا شي حاجه. المهم بنادم كيف ما كان الحال راه ضيف عندنا وحنا المغاربه راكم عارفين معروفين بالكرم. قالت لي صافي انا غادي ندير لهم اتاي بين ما جا خوك. عيطت على راجلها قالت ليه جيب كذا وكذا وكذا، دوز معك الباتيسري وجيب هذه وهذه، راه كيف ما كان الحال راهم كيبقاو ضياف وربما شي وقت نقدروا نحتاجوه يقدر يعاوننا تما، حيت هو ما عندوش مشكل انها تزوجت عادي صافي تفرقوا هي وياه دارت حياتها ما عندوش مشكل. المهم شويه وهما بداو كيهضروا معايا انا ما كنفهم والو، شي كلمات بساط وصافي. هي هذاك اللي بقاو كيهضروا معايا ما فهمتهمش، عيطت ليها قلت لها جي ترجم لي هادو شنو راهم يقولوا. هو يقول لي هذاك خوها واش تبغي تزوج بيا هادي. بقات هي كتضحك حتى بانت لها الدرسه د العقل. قلت لها علاش كتضحكي
ياك ما عاودو شي نكته ويليك ما كيضحكوا عليا. قالت لي لا المنحوسه. قلت ليها شنو كاين؟ قالت لي راه اخوك تزعط فيك. قالك واش تبغي توجي به؟ قلت لها الزوج اللي طفرتي انت طفروا انايا. قلت له مالك صاحبتي كل وحده والرزق ديالها. قلت له زيدون انا هضر راجل انا اللي ما بغيتوش. قلت ليها علاش ما بغيتيش؟ قلت لي صافي ما بغيتوش ما بقاتش راه شقالي عليه انا. المهم نيت من وهي تقول لي بيني وبينك وسكتات. قلت ليها شنو بيني وبينك؟ قلت لي انت ما بقيتيش صالحه الزواج بشي واحد مغربي خصوصا العرب ديالنا راه كيعرفهم كي دايرين كيركزوا على ديك اللعيبه ديال البكاره. قلت لي انت راكي مدوزه ومفوته انت عارفه وانا عارفه هذا اللي قبل عليك. قلت لها شنو كتقولي شنو كتخرفي؟ قلت لي انا ما كنخرف ما والو هذه هي الحقيقه. واش ما رضيتيش واش ما كاينش هذا الشيء هذا؟ انا بقيت غير ساكته ما لقيت ما نقول. قلت لها زعما انا هذا يقبل عليا؟ قلت لي مالو ما يقبلش عليك. واخا الصراحه كنت كتعامل معايا خايب ولكن ملي شفتها قالت لي هذيك الهضره حسيتها بحال بغات تفطني. قلت انا عندها الحق انا شحال من واحد خطبني وما كنبغيش نتزوج وإلا كان هاد ولد الناس هذا زعما يبغيني ويقبل عليا ما عنديش مشكل. قلت لها واش نقول له الحقيقه؟ قالت لي شنو الحقيقه هما راه ما كيحكرش كاع على ديك الحوايج. قلت لها لا انا حساب لك كنت عزبه. قلت لي انا رداني كاع ما درناش الدخله اللي كيديروها الناس. قلت لي درنا ليله حمراء وما سولنيش كاع على شي حاجه سميتها العذريه. المهم البنات بحال دخلت لي هاد الفكره في راسي صافي حنا عاد هكاك خويا جا لقاها كتعمر لهم اتين رتان عندها الكوزينه كملنا الهضره. جاب داك الشيء في يدو اللي قسم الله حطت ليهم كان عندهم خويا بقى كيهضر معاهم ومرتو كترجم ليهم. صافي حاول انه يستفسر على المشي لتما كيفاش وهادي. قال لي راه بما ان عندها الورق ديالها راه هي دير لك التجمع وكذا وهادي طلع هي دير لك التجمع. صافي نقدروا نقولوا خويا بحال طمعت هو في الخارج وهذاك واخا كان مزوج بمرتو عنده معاها بنت يعني ما جاتوش الغيره منه ولا كيقول لك صافي كان مزوج بها دابا راه مراتي انايا. المهم الام ديالي ما عجبهاش الحال. قال لك دابا السيده تزوجت بخوك ومدخل علينا جوج ديال الرجال كيفاش هادي؟ جيت انا قلت لها امي ماشي مشكل هادي راه كانت كيف ما كان الحال راه كانت مراته وهاد البنيه راه بنته راه جا معاهم واحد البنت وتا هو زعما الله يحسن الاحوال راه واخا قاوري راه تا هما عندهم الكبده يعني راه بنته خصو يشوفها. المهم قال لي ها الا بغيتي تجي لتما عيشي تما حسن باش البنت تكون قريبه ليا. هو الصراحه هاد الناحيه هادي كان انساني لدرجة انا قلت له الا بغيتي بنتك وبغيتي تديها قال لي انا ما نحرمش البنت من الام ديالها. البنت المفروض تبقى معاك انت اللي الام ديالها وغتكوني حنينه عليها مني ولكن النهار اللي غادي تكبر غادي نخترها بغات تجلس معايا تجلس بغات تمشي معاك تمشي معاك. قلت له يا النهار اللي غادي تكبر راه ما غادي تخسرني لا انا لا انت اكيد غتختار تعيش بوحدها. المهم هادي ودازت بقينا واحد المده ديال 3 شهور صافي هذاك هضر ومشى بحالاته ولكن ما كانت شي حاجه كونفيرمي يعني هضر ومشى بحالاته حتى داز ديك 3 شهور. هنايا خويا ومراته قرر انه يصيفطها هي وبنتها باش ديرلو التجمع. قاد المسائل ديالو بقات كتجري معاه طلع وهبط. المهم مشات هي كانوا عندها الفيش دوبي حيت كانت خدامه ودوز مده وكانت عندها حتى الدار يعني هي مني صورة ميسره ما عرفت الله اعلم الخدمه اللي كانت النوع ديال الخدمه اللي كانت خدامها الله اعلم قبل ما تزوج بالكاوري. المهم كانت ملعقه وعندها الفلوس داكشي علاش خويا واخا غدراتو في الاول رجع قبل عليها في الثاني. المهم مشات هي دوزت ماشي بزاف ودارت تجمع لخويا طلعاتو بالزربه بالمساعده ديال ديك الكاوري راجلها اللي كانت مزوجه به في الاول الله اعلم واش رجعت دارت معها علاقه ولا ما نعرف حيت كانوا الناس شافوها معاه وكانوا وصلوا لدار خويا ولكن ما ما جاب. اما انايا بيني وبينكم بقيت كنفكر في ديك خو الكاوري كنقول يا ربي زعما يهضر معاها عليا وفعلا كنهضر معاها عليا ولكن من الحرام ما قالت لي والو في الاول شجعتني ولكن في الاخر بحال ما بغاتليش الخير. ولكن من بعد فاش غتيمشي خويا صافي خويا فداك الوقيته اللي كانت مرتو كتصاوب له الورق كان كيتعلم اللغه طلع كيطير اللغه مع راسو خفيف وداك الشيء. المهم فاش طلع خويا غادي يتلاقى مع راجلها الاولاني وغادي يتلاقى مع خوه وكان هضر فيا نيشان وقال له انا بغيت اختك الا تعطيها لي. عيط عليا خويا قال لي هانتي راه السيد باغي يتزوج بك شنو قلتي؟ انا درت براسي زعما ما باغياش. قلت ليه لا ما بغيتش. قال لي دبر راسك خدي راحتك. انا صراحه انا البنات ندمت قلت علاش قلت لا زعما انا كنت كنبين راسي زعما مرانيش حامقه على الزواج ولكن بعد خويا قال لي ماشي مشكل خدي راحتك. مشى عنده قال له راه ما بغاتش صافي تنسى داك الموضوع. بقينا مده ديال عامين حتى الوقيته اللي مرات خويا غادي تولد وغادي تحمل وغادي تولد وكان داروا الفيزا للوالد والوالده طلعوهم طلعت لامي باش تقابلها تما باش يحضروني تلك الاسبوع. هي كان جاها الحموليه صعيبه وكانت صراحه مريضه بزاف ودازت عليها لدرجه قالت لي ماما وصلت للموت داجها الوحم صعيب وجات حتى الولده جاتها صعيبه بزاف. المهم الام ديالي جلست واحد المده
هما داروا فيزا عطاوهم تقريبا عام هي والوالد. طلعوا هي وياه، المهم عجباتهم الارض السعيده تما وخلوني انا بوحدي. كانوا صيفطوني في الاول عند اختي، اختي كانت ساكنه مع واحد العكوزه من شرارة، واحد الوسه كانت طلقت وجات لتما، كانت منوضه فيهم الشيب. ما عجبتنيش الجلسه معاهم، مشيت لدارنا وليت عايشه غير بوحدي. انا غادي يبان ليا داك الشمكر اللي كان دار معايا علاقه كما قلت لكم، كنت بصاحبه معاه مده ديال 3 سنين ولا 4 سنين، جا لديك المدينه اللي كنا ساكنين فيها، جا كيقلب كيقلب حتى لقاني. ايوا فاش لقاني قال لك رجعي معايا، ما بغيتش البنات. بيني وبينكم تمنيت الموت تديني وما نشوفش الكماره ديالو، حيت هو اللي دمر لي حياتي. ما عرفتش علاش كنت كنتلاقى غير مع الشخصيات السامه، واش حيت كنت كنفكر فيهم بزاف ولا ما نعرف، حيت داك الانسان ما عمرني ما ننسى داك الكيه اللي دار ليا. المهم داز قلت لكم مده ديال عامين، الام ديالي والاب ديالي ولاو كيمشيو ويجيو للخارج، ما بقاش عجبهم المغرب بصفه نهائيه. اما انا قالوا لي نوضي توجي على راسك، ما تبقايش هكا. فعلا قلت انا غادي نوض نتزوج ونشوف شنو غادي ندير في حياتي، ما بقاش هكا. هاد القوري هذا اللي قلت لكم عاود هضر فيا المره الرابعه، وكان هاد المره هضر مع والدي وقال لهم انا بغيتها مع هذيك مرت خويا، واخا مطلق من الراجل راه باقا بيناتهم ديك العلاقه ديال سير عندي واجي ومشي عندك. كانت كتدي له بنته كيجي يشوفها، المهم كانت بيناتهم علاقه كيتشافوا مع بعضياتهم، وكان هو راجلها ساكن غير ديك البلاصه اللي كانوا ساكنين فيها، يعني قرابين على بعضياتهم يقدروا يتشافوا يوميا. المهم هاد المره هذه يهضروا معايا والدي، قلت لهم اه ما نمنعش هاد الفرصه، فعلا البنات غادي نوافق انني نتزوج بداك القهوري، ويا ريت ما وافقتش. يا ريت البنات تكون درت الحساب ديالي مزيان، يا ريت تكون تزوج بشي واحد ما كيشوفش وما كيسمعش وما كيهضرش، وما نتزوجش بهذا الانسان هذا اللي غادي يخرج ليا من الجنب. المهم هي ديك قلت لهم اه نتزوج، هاد السيد غادي يجي من تما وغادي يخطبني وغادي يقول لي شوفي غادي ندير لك من الدنيا جوج. اول حاجه دارها دخلني نقرا اللغه باش نقدر انني نتواصل معاه، لانني ما كنتش كنفهم ولا ما كانش مترجم ما يمكن ليش نهضر معاه. ثاني حاجه دوز لي البيرمي ودار لي الباسبور، قال لي هانتي خدي وقتك في القرايه. المهم كان كيخلص عليا زباله ديال الفلوس باش كنقرا، كانت كتجي عندي واحد الاستاذه حتى للدار كتقريني اللغه، وصراحه دغيا شديتها. ظرف 3 شهور ولا 4 شهور كنت كنسبيكي معاه، وليت كنهضر معاه واخا صراحه كنت كنغلط، وراكم عارفين ماشي سهله. المهم وليت هاد السيد انا وياه جمعنا واحد الحب كبير، كان كيقول لي شوفي ما عمرني ما حبيت شي وحده في حياتي وانتي الوحيده اللي بغيتها، كيقول لي ما عمرني ما تزوجت في حياتي وما عمرني درتي علاقه مع شي وحده. كنت انا حاولت نسول مرات خويا، قلت ليها زعما عطيني شي نبدا على هاد السيد هذا لوسك اللي كان لوسك شحال هادي، كانت كتقول لي هو ما عندوش مع العيالات، وصراحه ما عمر ما شفت معاه شي مره وما عمرني شفتو متصاحب، حتى الزوج ما مزوجش. نزيدكم كانت عنده شي 47 عام، يعني كبيره هي. المهم هي هذيك قد ليا الامور ديالي، ما جيت نكمل العام ما بين الخطابه والقرايه وداكشي كامل اللي درنا وداك الاجراءات عام تقريبا حتى كنت تزوجت ودرت العرس ديالي. شرطت علي انني غادي ندير العرس في المغرب، غادي ندير عرس كبير وغادي الحمد لله كلشي حضر ليا العرس، كاع الناس اللي كانوا كيعاينوني بالبايره غادي يجيو يكحلوا عينيهم في القاوري اللي عينيه زرقين بحال البينيكا. كنت فخوره براسي انني تزوجت بواحد قاوري، كاع الناس هضروا فيا في ديك العرس، بنت فلانه حتى بارت وعاد طحت لك على الديامون. كل واحد وشنو قال، شي كيقول لك طمعت فيه كبير عليها وشارف، شي كيقول لك معت منين جابتو، شي كيقول لك جابتو من الانترنت، كل واحد وشنو كيقول. خليتهم يهضروا حتى يشبعوا، تزوجت كنا اتفقنا انا وياه نديروا الدخله في اوروبا، ما بغيتش ندير الدخله في المغرب، قلت انا نمشي ندير الدخله ديالي في المغرب، يكون ربما كيحكر على ديك الامور ديال البكاره وداك الشيء، غادي يدير هنايا الدخله غادي يصدق فاضحني ولا مشوهني قدام العائله ويقول هذه ماشي عزبه. ممكن عندي داك التخوف، شرطت عليه شرط واحد، قلت ليه العرس غادي نديروه في المغرب ولكن الدخله غادي نديروها في اوروبا. هو اصلا ما عندهمش مع هذا الشيء ديال الدخله، يعني فسرت له ان ما غادي يدير معايا والو حتى لاوروبا، ما كانش عنده غرام ديال المشكل، بالعكس فرح بزاف. المهم بيني وبينكم البنات بالنسبه للعلاقه كيفاش كانت بيني وبينو العلاقه في ديك العام هذيك، كان بيناتنا غير تواصل قليل حيت انا ما كنتش كنفهمو بزاف، حتى بديت كنسبيكي معاه شويه عاد كيهضر معايا، كان كيعاود ليا بعض المغامرات ديالو اللي ماشي مع العيالات، حيت ما عمرو عاود لي انه عنده علاقه مع شي وحده، دائما كيتهرب من هذا الشيء. شحال مره كنت كنقول ليه زعما ما عمرك ما مارستي علاقه مع امراه، كان كيقول لي ما كنحبش بحال هاد الاسئله. سبحان الله تقولي المسلم. بالنسبه للبنات واش هاد السيد دخل في الاسلام قبل ما نتزوج به، ما نكذبش عليكم ما هضرناش كاع على هاد المساله وما قلتليش سلم ولا، كنقول انا لكم دينكم وليا دين،
اصلا انا تزوجت باش ماشي نبقى معاه، بغيت ندير بحال اللي دارت مرات خويا، حتى انا غير نتفل الورق وصافي نغطي على فضيحتي اللي كنت غادي نتفضح وصافي، ولكن الطمع كيغلبوا الكذاب. المهم علاقتي بيه كانت عاديه جدا، درنا العرس ديالنا، حضروا فيه الحباب والجيران والصحاب والعديان حتى هما، فرحت براسي درت واحد العرس زوين بزاف. مورا بسيمانه غادي نطلعوا لاوروبا، فهاد السيمانه هذه تقدروا تقولوا راه كانت بيناتنا شي علاقه هكا بحال عناق البوسان، ما كاين حتى شي حاجه البنات من هاد الشيء هذا نهائيا. هاد السيد واش قاسني بسبعو الصغير، كيتعامل معايا بحال شي صديقه ديالو، وفاش كنقول ليه علاش ما كديرش هادي وهادي كيقول لي قلتي حتى لاوروبا تنمشيو، كنقول ليه واخا ماشي مشكل هنيتيني. هزينا راسنا ومشينا وانا فرحانه، عرفتو الدار اللي لقيت عنده راه ما عمرني شفتها حتى في الاحلام، داكشي خيالي تبارك الله لاباس عليه ابوك العاقه. الليله الاولى فاش وصلنا صافي دوشنا نعسنا، قلت انا وصلنا عيانين الغد اللي فين انا وجدت راسي للدخله السيد ما دخلش، بقيت كنتسائل مع راسي كنقول مالها هذا، سولته قلت ليه يعني خصنا نديرو علاقه، انا راني خيفانه كنقول نشوف رده الفعل ديالو كيفاش غادي تكون. قال لي شوفي انا راني عيان وفيا ستريس حتى الغدا، فعلا اجلنا حتى الغدا، انا فيا ستريس كثر منه، لكن البنات فجا عندي وبغى زعما يتلمسني وصافي، بدينا باغيين نديرو داك الدخله اللي كيديروها كاع الناس. السيده البنات ما عندوش عضو ذكري، الا قلت لكم البنات راه ما عندوش راه ما عندوش، داكشي عنده صغير بزاف، فاش انا داكشي تخلعت مع العلم عندي علاقه، ديجا كانت عندي علاقه مع داك السيد اللي قلت لكم، وراه تبارك الله راه كان راجل نص ما نكذبش من هذه الناحيه، كان عود وكان تبارك الله موقاد، وكنت انا شايفه يعني داكشي ماشي غريب عليا، ولا انا داكشي جاني في شي شكل ما جانيش طبيعي. فاش سولته بدا كيبكي ليا بحال المراه، قال لي انا هكا تزاديت، قلت ليه كيفاش هكا تزاديت اشنو داكشي، انا حسب لي في الاول واش مقطع ولا شي حاجه، ولكن من بعد قال لي لا انا هكا تزاديت، انا ملي بديت كنكبر وكنعقل على راسي لقيت راسي هكا، شنو هو السبب ما عرفتوش شنو هو، كدبش عليكم بقى فيا الحال، واخا الصراحه ما كانش الهدف ديالي انا داكشي، ولكن كيف ما كان الحال كنقامره وهاد السيد كيبقى ظريف. بس خيت بين نهائيا انني نتفارق معاه، ولكن كنت مضطره، هو فاش بديت كنقول ليه انايا بغيت نتفارق معاك مع المده، حيت السيد نهائيا واش موفر ليا شي حاجه من دوك الحوايج اللي كيوفرهم الراجل مراتو في الفراش، والو نهائيا، يعني هو حتى داك العلاقه داك اللامس وداك الشيء هذاك كاع اللي كيديرو الراجل قبل داك الشيء هذاك قبل ينعس مع مراتو هذا ما كيديروش، كيقول لك انا كنحس براسي مريض نفسي من هذه الناحيه هذه، وداك الشيء علاش ما بغيتش نتزوج، وقلت انا الاوروبيه ما غاديش تقبل عليا، ما تقبل عليا غير المغربيه. المهم بقى كيعاود ليا شي حوايج وكيبكي، انا النص كنفهمو النص لا، حيت كنت اللغه زعما ما شداش 100%. المهم البنات ما لقيتش راحتي معاه كاع، ولكن من بعد غادي نطلب منه الطلاق، ما بغاش يطلقني في الاول، قال لي ما يمكنش انت اللي كنت باني عليك واحد الامل، قلت لي كان عليك تقول لي علاش خبيتي عليا، علاش ما جيتينيش للصراحه وقلتي لي انا شنو عندي شنو عندي. المهم البنات ما عرفتش شنو غادي ندير، لحد الان باقا مزوجه به، ولكن دابا راني في المغرب، جيت البنات للمغرب وحالفه باش ما نوليش، ما كيخليني ما كيجيب لي مهلي في يوم مهلي في والديا، ما كيخلي ما يدير على قبلنا، غير مؤخرا اختي والله الا مسكينه الا عاونها باش شرات الدار، حيت كان عندها المشاكل مع جوزها ورجلها ما كانش كامل له باش يشري الدار، هو اللي كمل ليها، شال ليا دار ديال السكن الاقتصادي في المغرب، شال ليا الطوموبيل، ما كيخلي عليا هي اللي جه بعيد، وغير كنهبط للمغرب كيتبعني، دابا حاليا غادي يجي 15 في شهر 8، وكنتمنى يا ربي غير يوافق على الطلاق، حيت فين ما كنهضر له على الطلاق كيبقى يبكي عليا بحال المراه، كيقول لي زعما نعيشو انا وياك غير هكذا، كنقول انا ما بغيتوش، راه انا بغيت نعيش حياتي البنات، وخصوصا ان داك السيد اللي قلت لكم كنت مصاحبه معاه رجع لحياتي، ما عرفتش منين نقلب على النمره ديالي، وكل مره مبرزطني، ما انا عشت الحياه معاه ما نكذبش عليكم، عارفه اشنو كيسون ديك الناحيه، بعض المرات كيقول لي الشيطان ديال عقلي ولي معاه، لدرجه ان كنت تلاقيت معاه واحد النهار، وقال لي انا مستعد ندير على قبلك اي حاجه، غير قولي لي غير امري، انا حيت كندامت وهادي وهادي وبغيت نتزوج بك، ما عرفتش البنات واش غير طامح حيت راني في الخارج وبغاتها هو الورق ولا ما نعرف، مع العلم خويا ومراتو في المشاكل دائما كيتعايرو وكيقول لها انا ديتك غير هجاله، وهي كتقول لي انت ديتيني على قبل الطمع، والله ما عرفت البنات هاد السيد مهلي فيا ما كيخلي عليا غير اللي جاه بعيد، ولكن من هاد الناحيه والو ما كاينش، كيقول لي غير وريني كيفاش ندير باش نرضيك، وانايا واخا يدير اللي دار داك الناحيه هذيك مي خاصاني ما غادي يرضيني بتا فشي طريقه،
ما عادش البنات عفاكم الا ما غير قولوا لي شنو ندير. راني حرت خفت نتطلق منه ندم. ودابا بغيت منكم غير النصيحه، واش نبقى مع هاد السيد اللي ما كيلبيليش الرغبات ديالي الجنسيه في الفراش، ولا نطلق منه وتانا نعيش حياتي كيف ما عايشينها العيالات؟ والفلوس بوحدها راه ما كافياش، راه والله العظيم الا ولاو عندي الفلوس ديال بصح ولكن ما عنديش الراحه. شكرا لك اختي امينه، الله يشافيك وسلام عليكم. وكانت هذه القصه ديال هاد السيده، فعلا الا ما كنتيش مرتاحه من ديك الناحيه راه ممكن تطلقي احسن ما ديري الحرام. انا من وجهه النظر ديالي تطلقي وعيشي حياتك، والفلوس كيف ما قلتي راه ما كافياش، انت غير متطره انك تجلسي معاه. يعني هنا انت بحال خايفه انك تحتاجي من تحتاجي من الجانب المادي، تحتاجي وخايفه تطلقي منه، ماشي خايفه عليه والمشاعر ديالو، لا. فلهذه عزيزتي انا كنفضلك انك تطلقي افضل من انك تخونيه، يعني افضل بكثير، حيت لو لقيتي هكا انسان راه ماشي محتاج غير لهذاك الشيء. هذاك الشيء فطري، راه اي واحد عايش في الدنيا راه الحيوانات وكيحتاجوا ديك الشيء. ابار على العلاقه الجنسيه وعلى الاشباع الرغبات الجنسيه راه خصك الوليدات. هذا الشيء نقدر نقول لك شكرا لك وبسلام عليكم.